خلينا نفترض ان دخلنا عليه الان يوني ترامب عشان نطبق اللي حكينا عنه قبل شوي. يعني عندي هون جبنا على فانكشن يوني ترامب، هذه تي يو اوف تي اللابلاس ترانسفورم تبعها رح يكون 1 على اس سكوير. وخلينا الان نحلل هاي، ناخذ اكس اوف اس بيساوي 1 على اس سكوير، واي اوف اس بيساوي 1 على اس سكوير مضروبه في ترانسفير فانكشن هاي اللي هي 36 على اس سكوير زائد 2 اس زائد 36. اي اوف اس شو بتساوي؟ اكس اوف اس ماينس واي اوف اس وتساوي بتصير عندي هلا هون اس سكوير اس سكوير اس سكوير زائد 2 اس زائد 36. وعندي 4 ايش رح يصير؟ رح اقسم هاي على هاي رح تعطيني اس سكوير زائد 2 اس زائد 36 ناقص 36. فرح تروح عندي 36 مع 36 رح يضل عندي اس سكوير زائد 2 اس على اس سكوير اس سكوير زائد 2 اس زائد 36. هل بقدر ابسط هاي اكثر من هيك قبل ما اكمل؟ ايش بقدر اعمل؟ بقدر اقسم البسط والمقام على اس، بقدر اطلع اس من هون من فوق. اذا فوق عندي بيطلع اس وبتصير اس بلس 2 على اس سكوير اس سكوير زائد 2 اس زائد 36. اس هاي بتشطب مع السكوير اللي موجود هون، مضبوط؟ شو بدي اعمل الان؟ ليميت اس اي اوف اس از اس ابروتشز 0. بدي اضرب هذه في اس فبتصير عندي هلا الليميت as s approaches 0 of s s plus 2. هاي الاس اجت من هون على وهاي الاصليه اللي هي موجوده هون s s سكوير زائد 2s زائد 36. شو بعمل؟ بعوض s 0. شو بضل عندي بالمقام لما بعوض s 0؟ 2. شو بضل عندي بالبسط لما بعوض 0؟ 36. شو بتصير هاي؟ 2 مع 36 او 1 على 18. اذا الستيدي ستيت ايرور عندي 1 على 18 لما يكون هذا الانبوت رامب.